الجابر وأيضا بن عيسى الجراري. مساء الخير، معكم بن عيسى الجراري اللي حاضر هنا في مدينة فاس في إطار ماستر كلاس، واحد التقطير ديال الشباب اللي في دار الشباب. يعني كنعرفوا ان الشباب دائما في ديور الشباب كيكونوا كيحلموا ان بالتمثيل او برسم او بتصوير او برقص او بعده مجالات اللي فنيه اللي في الصالح ديالهم، وتيبغيو الفنان يتقرب منهم. فان شاء الله هذه الجلسه هذه اللي غادي تكون مع بن عيسى الجراري والسي محمد الاتير غادي تكون من اجل تقطير هذا الشباب هذا، ونحببوا لهم العمل الجمعوي والعمل الفني، ونحكيوا لهم على المسار ديالنا اللي يقدروا يستافدوا منه. حتى اللي بغى ياخذ هذه الطريق هذه ياخذها في الطريق الصحيح. طبعا غنبينوا لهم الايجابيات والسلبيات ديال المسار ديالنا، باش حتى الهفوات اللي حنا وقعنا فيها ما يوقعوش فيها. نتمنى ان شاء الله هذا اللقاء هذا يكون مثمر. شكرا.